النسخه الثانيه من برنامج اسرتي طبعا كانوا فيها تغييرات كثيره على جميع المستويات، على مستوى المحتوى من خلال فقرات جديده اللي ضفناها للبرنامج واللي فيها طبعا يعني فوائد كثيره للمواطنين، تحسيس، توعيه، كذلك على مستوى الضيوف يعني تنستقبلوهم من كل المجالات، اضافه الى ديكور مختلف، طاقم تقني، يعني كاين تغييرات كثيره اللي اليوم المواطن المغربي تنحسوا بلي كاين تفاعل كبير والمشاهد يستحق الافضل. طبعا البرنامج يعني دائما كيعتمد على سياسة القرب، بمعنى القرب من القضايا اللي تتهم المجتمع المغربي، القضايا اللي كتهم الأسرة، والبرنامج يعني الاسم ديالو هو الأسرة، والأسرة فالأب، الأم، الأبناء، الشباب، فاحنا كنحاولوا نهتموا بجميع هذه الفئات من خلال الفقرات اللي خاصة بكل يعني فئة في المجتمع المغربي. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مشكورة على المجهودات التي تقوم بها فيما يخص الترويج والتسويق لكل البرامج في الصفحات ديالها في الفيسبوك، في الانستغرام والتيك توك كذلك. فالبرنامج كيف ما باقي البرامج كاين واحد الفريق اللي تيشتغل على مقاطع مهمة، روبورتاجات، فما يمكن شايف الانترنت كيف ما كتعرفون حطوا كل شيء، ولكن كناخذوا المقاطع اللي يمكن غادي تلقى تفاعل وقريبة للمواطنين باش يمكن يكون تفاعل. فالتفاعل واضح من خلال التعليقات ديال المواطنين اللي كيحاولوا يطرحوا اسئله، وبناء على دوك الاسئله كنحاولوا نبنيوا مواضيع باش يكون داك التفاعل مع المواطن. يعني كنطرحوا مواضيع في البرنامج اللي المواطن كيطرحها في دارو وباغي يلقى ليها جواب. واحد عنده طبعا المهمة ديالو، كل واحد عنده الدور ديالو، يعني ما يمكنش أي برنامج ينجح بدون ما يكون واحد التكامل، واحد تضامن ما بين الفريق ديال العمل، المخرج عنده الدور ديالو، الناس ديال الإنتاج عندهم الدور ديالهم، الناس ديال الطاقم التقني، راه أي واحد عنده دور في هذا البرنامج باش يمكن ينجح. والحمد لله يعني احنا تنشتغلوا كأسرة لإنتاج برنامج أسرتي، يعني كاين واحد تفاهم بيناتنا، وهذا الشيء تيخلي البرنامج يكون ناجح وفي واحد المستوى اللي في التطلعات ديال المشاهد المغربي.